مرحبا ومسهلا عليك فادي. مرحبا فيك عزيز حبيبي، شرفتونا طال عمركم في نادي العدريه للطيران الرياضي. مرحبا ومسهلا. عندنا اليوم ان شاء الله راح تجربون نوعين من الطائرات، النوع الاول ميكرو لايت والنوع الثاني الجايرو كوبتر. اوكي، شو الفرق بين الطيارتين؟ والله يعني الفرق الاول هذه تعتبر جناح شراعي. أوكي. والنوع الثاني تعتبر مروحيه. اوكي، الجايرو كوبتر اسرع من طائره الميكرو لايت. اوكي، بس اكيد في سيف واحده اكثر من الثانيه. كلهم سيف عالي الحمد لله وشكرا، الامان عالي فيهم. وبد من اللي يختار؟ انا بدي الاسرع. حس انت الابطا لانه انت بخاف. انا مش حكيت خوف، نحس هذه خليك تشوف الارض اكثر، يعني نحب هيك. طيب وانا الاسرع لكن يا خد كاسك، انت احسن ما تخاف على راسك. اكيد كاسك. ولا مره بحياتي عاملها، وحابب تشوف الاكسبيرينس وشوف شو راح يصير فوق بالجو. وانا مستانس اني نقفز من اماكن عاليه، اما اني نطير في السماء لا، اني اكون طائر عمري ما كنت في حياتي هذيا، دونك باش نجربها اول مره. لا الاحساس وقت اللي الطياره تخرج تجري كيف في الكياس باش تطير، صاي ادريالين عالمي، يعني نحس في روحي باش نطير وانا مازلت في القاع. احساس محليه، تحس روحك عصفور طاير، معناها عباره انت طاير بالضبط، عباره تطير في السماء وتطير وتشوف الدنيا اللوطه. الكابتن كان كثير جريح، فكان عم ياخذنا شمال يمين طلوع نزول، فهيدا شيء علي الادرينالين وتحمست زياده عن زوم، وصرت له انه يقوي اكثر بعد. يعني رح احبك عطول لو الدنيا وقفت ضدك، معك قاتل او مقتول. ايه هيك شو تقيلة؟ بورتبل ستوديو صح؟ صح. اوه، هذا اللي كنا نستحقوه انا وفادي. ميرسي جالاكسي على البورتبل ستوديو اللي جبتوا لي اياه. بتعرف شو؟ رح بلش سجل من اليوم لانه بدي اتعلم عليها وقت تعلمني ما زلت تعرف الاستوديو. اوكي، بتعرف شو؟ شو؟ انا لازمني اروح على المقر على خاطر انا في دائرة الخطر، لازمني نعرف النتيجة اليوم. بس هيدي جمعة الماضي بك اكيد تغير ترتيب. تغير روح تغير. طب روح روح. طب روح روح معك روح. انا ما انطرك عشان انت وين انطرك اموت. حياتي. ليتس جو.